بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين، إطلالة خاصة بطعم خاص ما بين عطبرة والدامر، مشاريع الأمن الغذائي حيث سنابل القمح، حيث مساحات واسعة في زراعة الرودس والبرسيم. جولة خاصة لبرنامج حال البلد، تفقد لهذه المشاريع برفقة شركة زادة، امتدادا للوصول إلى مشروع زادي ون، حيث مساحة أكبر، حيث مشروع بحلم كبير. لكن البداية تكون من هنا من الدامر ثم عطبرة ومشاريع الأمن الغذائي، حيث قامت شركة زادنا بتطوير هذه المشاريع بإمدادها بسندها في تجربة تستحق التوقف عندها. فلنبدأ على بركة الله. نتوقف الآن في الدامر في واحدة من المحطات المهمة، مشاريع الأمن الغذائي في الدامر. وأنا أرحب هنا بالمهندس محمد الحسن أحمد، مدير قطاع نهر النيل بشركة زادنا، ليقص لنا في البداية علاقة شركة زادنا بهذا المشروع، فقد كان قائما من قبل، فما الذي جعل شركة زادنا تدخل في هذا المشروع؟ لو اديتنا خلفية بسيطة عنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بدءاً نرحب بقناة سودانية 24 في ولاية نهر النيل مدينة الدامر. نحن الآن في مشروع الأمن الغذائي الدامر. مشروع الأمن الغذائي الدامر مشروع تم افتتاحه على السيد رئيس الجمهورية في العام 2004 كمشروع لتأمين الأمن الغذائي في منطقة الدامر ومناطق الحوله بمساحة كلية 10,000 فدان. وزعت المساحة للمواطنين وأصحاب الحيازات والأراضي في المشروع في الفترة اللي تكلمنا عنها. المشروع حاليا تم فيه تطوير، دخلت فيه شركة زادنا بدءا بإدارة المشروع بتوفير الموية للمزارعين وصيانة القنوات والمحطات الرئيسية للمشروع. وجاءت فكرة التطوير بالنسبة للمشروع على حجم كبير وتحويل الجانب بتاع الزراعة فيه من جانب زراعة تقليدية إلى صناعة أو إلى زراعة على حجم كبير وبتقانات عالية. فأضفنا للمشروع مساحة تعادل 38,000 فدان، لتصبح المساحة الكلية للمشروع 48,000 فدان. وتقريبا المشروع تضاعفت مساحته لأربع أضعاف من اللي كان موجود فيه. صاحب هذا التطوير تأهيل كبير في المحطات الرئيسية للبحر والمناول الرئيسي للمشروع، إضافة لقنوات الري والمساحات الموجودة فيه. أدخلت في كل المشروع شبكات للكهرباء، وتم تركيب أنظمة الري المحوري في المشروع اللي هي دي بتمثل نقلة نوعية كبيرة جدا في جانب تطوير الزراعة في المشروع. الري المحوري يمكن جهاز ميكانيكال، يعني جهاز آلي بيعمل على تقليل استهلاك الموية بنسبة عالية جدا، وبيدي الاحتياج الفعلي للنبات من المياه ومن الأسمدة، وبيقلل من الخسائر في عملية الأسمدة واستهلاك الموية بنسبة عالية، وبيكسب الناس وقت كبير جدا في حكاية الزراعة. المساحة بتاعت المحور تقريبا زي 160 فدان للمساحة الكلية للمحور، المروي منها بالمحور زي 125 فدان، ودي مساحة يمكن المحور في اليوم بيشتغل ما بين 12 ل 18 ساعة عشان يغطي لك ال 125 فدان دي بالموية حسب احتياج النبات المطلوب. احنا الآن في المشروع ركبنا زي 104 محور، إضافة للمساحة القديمة اللي هي 10,000 فدان موزعة ومزروعة جانب بتاع بستنة ومحاصيل أخرى. فبقت في إضافة حقيقية للمشروع من ناحية بتاعة تشغيله، من ناحية بتاعة مراجعات الري فيه وكل التفاصيل المربوطة بالمشروع. المحور يحل الجهاز اللي قدامنا أو الآلة اللي قدامنا. المحور هو الجهاز الموجود قدامنا، هو جهاز في تركيبته بسيط من ناحية بتاعت أعمال هندسية،
معظم بايب وفيه موتورات وجيروبوكس بيتحرك المحور في دائره اقطارها متباينه حسب طبيعه الموقع اللي احنا شغالين فيه. احنا هنا شغالين بمحاور فيها 7 ابراج بتروي لي 125 فدان. طيب علاقتكم شنو مع الملاك؟ تنتهي علاقتكم بكده ولا في علاقه مستمر؟ شركه زادنا في الاصل هي شركه مطوره بنت الفكره بتاعتها على انها تكمل الدوره كامله من الفكره للتطوير لحد ما تكتمل للمستخدم المستفيد الاخير سواء كان محلي او بالنسبه للصادر. فنحن بنتابع المشروع، عندنا اتيام بتاعت زراعيين متخصصين في جانب التقانات الزراعيه ومتابعه العمل الزراعي في المشروع وبيدوا الادفايس في كلهم في 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 وقته، وعندنا مهندسين بيتابعوا المحاور وبيشرفوا على صيانتها وعلى مراجعتها وعلى تشغيلها وتدريب المشغلين اللي بيكونوا موجودين في 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 المحور. ومن ثم بنمشي حتى في جانب بتاع العمليات ما بعد الحصاد للمنتجات الموجوده من ناحيه بتاعت باكينج، من ناحيه بتاعت صادر، من ناحيه بتاعت تسويق لها بصوره عامه، عشان في النهايه تكتمل الدوره ويجي العائد المطلوب من الزراعه لكل الناس. احنا بنتكلم الان عن مشروع عمره سنتين ولا كم الان من بدا بشكله الحالي؟ من بدا بشكله الحالي تقريبا لنا زي 18 شهر. احنا تقريبا لنا 18 شهر. المساحه اللي احنا الان موجودين فيها دي كانت صحراء لا يوجد فيها اي حياه. الحمد لله الان تم فيها كل التطوير ده والان كل ارض مخضره. الناتج بتاعها كيف الان؟ احنا صحيح شايفين قدامنا الان البرسيم المزروع فيها شنو؟ فقط برسيم ورودس ولا في حاجه ثانيه؟ الفكره حقت المشروع بصوره عامه نحن بنطور المشروع وبنملكه للاخرين باقساط مريحه عبر البنك، بنك الزراعه وبنوك اخرى، ولمده يمكن تصل لسبع سنوات في جانب بتاع التطوير. في الفتره دي احنا نكون بنرعى مع الزول كل الاشياء المطلوبه عشان نقدر نصل بالناتج المطلوب يعني. طيب نشوف واحد من الملاك في المشروع ونشوف تجربته مع زادنا وتجربته عمليا في الارض. واضح انه استصلاحها برضه ما كان حاجه سهله يعني، نشوف كيف ناتجه منها. في البدء نشكر شركة زان على همتها في تطويرها لمشروع الأمن الغذائي الدامر. نحن كشركة درايف للأعمال المتقدمة متخصصة في إنشاء وإدارة المشاريع الزراعية المختلفة ولها تجربة طويلة في ذلك، يعني هي من 2014 لكن لها خبرات سابقة كأفراد، وهم عملوا شركة كشركة إنها تكون متخصصة في إدارة المشاريع الزراعية في الجوانب الزراعية والفنية في المشروع وفي إدارة المشروع إداريا لحد ما تصل مرحلة تسويق المنتج نفسه. تجربتنا مع شركة زادنا في استلام المشروع كانت تجربة يعني ثرة جدا، يعني لقينا كل تجاوب في ملحوظاتنا من حيث الجوانب الفنية بالنسبة للمشروع في تركيب المحاور من البداية مرورا باستلامه نفسه وغنوات الري والطرق الداخلية والمحور جهوزيته من حيث التسوية في المشروع. ثم بعد ذلك انتقلنا للحزيمة التقنية للزراعة كشغل فني للمشروع وتأسيس بنية تحتية وتهيئة التربة للزراعة أفضل من حيث اتباع كل الحزيمة التقنية للزراعة في المشروع. دي كل بالنجاح الحمد لله، إنه زرعنا 4 محاور برسيم في البداية ثم انتقلنا إلى زراعة الرودس 7 محاور رودس. الإنتاجية كانت مشرفة جدا الحمد لله، كما ذكر باشمهندس في البرسيم تتراوح ما بين 1.2 ل 0.8 طن للفدان في البرسيم، وتتراوح من 2 طن ل 3 طن في الرودس بالنسبة للفدان. دي الفترة خلال
جدنا في المشروع. بالنسبة للجانب الحس الري بالنسبة للمشروع، انه حاليا في الفترة كان مستقر جدا، ما في مشاكل، ما في مشاكل الحمد لله على ذلك. وهذه الفترة كانت طيبة جدا، وكانت تجربة بالنسبة لنا إضافية خلال مسيرتنا العملية. في ناس كتار بتابعونا الآن يعني بيكونوا قصة الزراعة دي متخوفين منها وكده، يعني من خلال التجربة الآن شنو النصيحة بتقدر تقدمها للناس؟ نحن على الأقل ممكن نقول قدام مشروع ممكن يكون نموذجي، انتقل من واقع إلى واقع جديد بالكاش بالحساب بأي لغة، شنو اللي بيخلينا أنا الطار حسن التوم أو أي زول يفكر إنه يجي يمتلك في مثل هذه المشاريع الزراعية؟ أهم ثلاثة أشياء لو توفرت إنه نقول يمكن 90% من المشروع ناجح. الأرض الصالحة، ودي الحمد لله متوفرة. طيب الأرض الصالحة الحتة دي ما كانت حكاية صعبة شديد؟ هي أرض كأرض صالحة، كان ينقصها إنه توصل لها مصدر الطاقة، والحمد لله إنه ده وصل عبر منشودات شركة زادنا وتوصل لها الموية. الكهرباء والموية. الموية والكهرباء. الأرض ما كان في مشكلة رغم أن الأرض إنه كان في عملية إصلاح أولية وما فيها ما زاد جهد كبير. فإذا توفرت الثلاثة عوامل دي فنحن ممكن نقول 90% من المشروع ناجح. بعد ذلك يتوقف على إدارة المشروع نفسه. العشرة في المية دي على إدارة المشروع، إن هي تكون حريصة، تكون متابعة، تتخذ الحزم التقنية المنصوص عليها والمتابعة الجيدة، بعد ذلك إن شاء الله تفق من ربنا. الإدارة والمالك وإدارة إلى أي مدى؟ نحن في السودان عندنا مشاكل كثيرة في مثل التجارب دي، يعني إلى أي مدى شعرين بأنه التجربة دي ما فيها عوائق يعني ممكن تمشي لقدام؟ لأنه في ناس كتار ممكن يكونوا عندهم القروش يمتلكوا لكن ما عندهم الزمان ولا القدرة ولا الجهد لمتابعة هذه المشاريع. احنا نقول هي الخبرة هي اللي بترجح على كل شيء يعني. فدراي وصل هي شركة هي متخصصة وذات خبرة في كوادرها كلهم الفنية والإدارية. تعمل إعلان لها يعني. دي فرصة تستفيد من البرنامج تعمل إعلان. شو شكل العلاقة بيكون كيف بينك وبين؟ العلاقة بيننا بكون شركة مشغل للمشروع من حيث النواحي الإدارية والفنية كلها. لحد ما حتى دراسة الجدوى، مين بدراسة الجدوى لحد التسويق يعني. ده بالنسبة لشركة درايف إنها تقدر تقدم الشغل ده. فهي تجربة بالنسبة لنا كبيرة جدا، وهي دي التجربة الثالثة في مشروع نهر النيل يعني. بعد المبسوطين يعني؟ جدا الحمد لله. مبسوطين؟ لا جدا ما في مشكلة. بعدين اللي هم يطردونا برا لكن مبسوطين. وعلى الأقل مبسوطين منهم جدا يعني. يعني لقينا منهم كل التجاوب. فعلا مرات المالك بيكون متخوف انه هو يدفع شيء وما ترجع له راجع، لكن هي هسه التجربه هنا هي تجربه. هذا عبد البارك انتوا كيف قولوا كيف الحكايه بتقديركم؟ التقدير والله كويسه جدا يعني. يعني مبسوطين الجماعه الحمد لله ربحانين من القصه دي؟ لا ربحانين جدا وما في مشكله ان شاء الله الحمد لله. فهم عصارة جهدهم ما بيبخلوا بها على اي مشروع هو يمسكوه من بداية دراسة الجدوى لحد يدخل مرحلة الإنتاج. ما في شروط من زادة تزرع رودس تزرع برسيم؟ ما في شرط على نوع محدد من الزراعة؟ ما في شرط محدد فعلا. لكن في نصائح؟ في نصائح كمالك أو كالمستثمر هو بحاول يسترجع قروشه بسرعة يعني أو خسارته بسرعة، و أكثر محصول أو أقل فترة زمنية ممكن يرجع بها خسارته أو ما دفع من قروش هي عبر زراعة الأعلاف المختلفة اللي هي الرودس والبرسيم. الرودس فيه نقة كثيرة كده، تقدر تقول لنا فيه كلمتين؟ يقول لك ما عارف والله الرودس طوال عندنا الشكاية دعاته في الخرطوم بشكل كبير يعني. عارف جاب لنا الباعوض وجاب الحكاية دي متصلة بالموضوع بتاع طريقة الزراعة ولا أصلا المحصول فيه يعني؟ الرودس كمحصول ما هو شيء يعني، هو محصول كويس عمره طويل تكاليفه بسيطة مقارنة بالأعلاف الأخرى بالبرسيم، مخاطر بتاعته أقل من البرسيم بكثير، فدي الناس بيتميزوا عن البرسيم في هذه الحالة. لكن مقارنة بالبرسيم من حيث هو للتربة أفضل البرسيم طبعا بسبب النيتروجين بخصب الأرض. دي مثل البرسيم على الرودس عن طريق المحاور الموية بتكون مضبوطة ما
ما في هدري للمويه، في ناس بيقولوا كلام زي ده، هل صحيح؟ والله يا ما في هدري، يعني في النهايه هو النبات لازم ياخذ كفايته عشان يديك يديك الانتاج اللازم عشان اغطي على الاقل تكاليفه. يعني عبد الباسط، يعني مهندس عبد الباسط دارين، تاكد لنا الكلام اللي قاله محمد احمد، يعني هل كنتم مبسوطين من هذه التجربه وبالتالي تنصحوا ناس بها؟ صحيح انتم يعني شعرين نفسكم الان يعني خلاص ممكن تكونوا جاهزين، لكن الى اي مدى هذه التجربه كانت مفيده وناجحه بالنسبه لكم؟ انا بشكر ناس سودانيه، وقبل كده جونا ناس شروق يتكلموا في الوادي الاخضر، هذه كلها برامج بتهتم بنقل التغانه وتشجيع الناس على المغامره في الزراعه. فنحن مغامره مشكلة... يعني. في مغامره، التعبير ده دقيق يعني. اي المغامره في الزراعه انك تاخذ قروشك وتتوكل، لكن مما لقينا الارض المهيئه والمويه المتوفره والكهرباء عن طريق ذاتنا، ونحن لنا تجربه في الزراعه المطريه. فدائما المستثمر او المزارع بيبحث عن الربح، فقعدنا ودرسنا المساله تماما، والسوق محتاج للعلف، وانتاجيته انتاجيه الحمد لله ممتازه جدا، والربح الحمد لله يعني حتى ناس الضرائب ما حيسمعونا، ما تخاف. لا زاد متاكد هم مبسوطين، وكل الناس يعني في زاد الايام دي ونحن بنبذل كل ما جهدنا، كل ما نلقى بربح اكثر كل ما نبسطهم اكثر ان شاء الله. طيب شو اكثر في مساحات؟ نفس اكثر في مساحات، وزي ما قلت احنا ماشيين ثاني، يعني دي اشاره انه فعلا احنا ماشيين صح، لانه ماشيين لزراعه البستنه، ده من جزء من البرسيم والرودس خلانا انه نمشي لبستنه وانتاج حيوان. كانوا بيقولوا انه في اي محور في فرصه انك تزرع دائما بتكون جزء منه، بتكون في مساحه للبستنه يعني اصلا، يعني اصلا اي محور فيه فرصه زي دي، في فرصه زي دي. فنحن حنستثمر الفرصه دي، وهسه انا شغال في سويل تيست عشان اشوف نسبه يعني تحليل التربه، اي عشان اشوف البستنه الناجحه الصحيحه المفروض انا ازرعها برضو، عشان زي ما قلت لك انا ببحث عن الربح وببحث عن الانتاجيه وتطوير المنتج نفسه، حتى يعني اكون نموذج واشجع الناس الثانيين انه يجوا يستثمروا في نفس المجال. شكرا لك عبد الباسط واحمد ومحمد احمد، شكرا لهم جزيلا، وننتقل ايضا لتجربه اخرى ومستثمر اخر في هذا المكان، تابعونا. أخرى في مشروع الدامر للأمن الغذائي، أكاد أقول أنها تكاد تكون مختلفة عن كل التجارب الأخرى، فنحن أمام نموذج لشاب عبر المراحل كلها انتهاء بالتصدير. محمد الجزولي، محمد وداعة الله، واحد من الشهدوا بدايات هذا المشروع، وأنا دايره يحكي لنا كيف كانت هذه الأرض يعني غبراء واليوم هي خضراء، يعني كيف مرت عليه كل هذه المراحل وتجربته بالذات، ما هي الخلاصات المرق بها، وبيهديها لنا وللسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد الجزولي محمد، من الذي أكرمنا الله بالإنتاج وبحصة من هذه الأرض الطيبة، مالك لعدد 600 فدان أو 500 أو 5 محاور مزروعة بالرودس كتجربة. كلها رودس الخمسة؟ الخمسة رودس. عاصر على الرودس انت؟ عاصر على الرودس. طيب ليه عصرت على الرودس؟ وين البستنة؟ طيب البستنة دائما بتجي لاحقا، يعني بعد الزول ما يشيل حيله شوية من الأعلاف دايرها لها وقت طويل، ده سريع، ده سريع شوية. ده سريع شوية. فالحمد لله بدأت الفكرة بفكرة بسيطة جدا، يعني في سنة 2014 كأمنية لامتلاك أريض وتستصلحها وتزرع فيها، فكان إنه اتجهنا لنهر النيل لخصوبة الأريض ولقرب المياه وللخدمات ولقربها للميناء وللصادر فالحمد لله توجهنا لشركة زادنا وبدينا مع التجربة، يمكن قد تكون التجربة الأولى
حقيقة في بداية المشروع بداية المحاور وجدنا الحمد لله تجاوب كبير جدا منهم. لعلك الله لقيت قلب كيف لدخول التجربة دي؟ احكي لنا يعني. ناس كتار بيخافوا من الحكاية. والله يا أخي الزراعة ما هي زي يقول الخبراء السودان سلة غذاء العالم. فحاجات عملوها الناس من قديم الزمان وشفنا احنا في المناطق على النيل وعلى الشرايط النيلية انه منتجين وبيزرعوا. فحبينا احنا نكبر الفكرة بصورة أكبر ونطلع على الخلاء الفسيح. نشوف انه كيف ما خفت من الحكايه كيف يزرع. لا صراحه ما خفتها ابدا. توكلنا وبدينا. تمام. بدينا في بدايات 2014 و15 باختيار الارض وتجهيزها وشغل الاداري حتى الحمد لله تم التمليك. بعد ذاك على المحاور وما شاء الله يعني صادفتنا جميع الحلول كانت متاحه. تجربه التمليك كانت كيف؟ الزمن التمليك صراحه تمت مع بالاقساط البنك الزراعي باقساط اعتقد انها هي ميسره وممتازه يعني جدا وغير مرهقه بالنسبه للمنتج. حتى الضغط المالي بالاقساط مريح جدا انك انت ما كل ما وجدته محتاج انك تديه كقسط البنك. محتاج انك انت تزيد اضافات وتعمل اديشنال فاليو لل شنو اديشنال فاليو؟ يعني الزراعات الاخرى كبستنه كجميع كثروه حيوانيه فعندك المال متاح انك تنتج بيه وتزيد بيه القيمه الاضافيه للمحصول بتاعك. الحمد لله احنا زرعنا حاليا يمكن لنا اكثر من 13 او 14 شهر وصلنا في عمر النبات للحصد يمكن الثامنه والتاسعه باعتبار النبات لسه ينج او صغير في الزمن. أوتينا حاجات كثيرة الحمد لله توفرت لنا في الفترة دي. حصل لنا استقرار المالي والوضع المريح انك انت تنتقل فيما بعد الرودس او بعد العلف. بدأت تفكر قدام؟ بدأت تفكر قدام. فلقينا اول ما واجهتنا من الحاجات المهمة جدا ودي يعني بعتبرها الحياة الهامة كأنها بتوفر على الناس جهد كبير جدا اللي هي كيفية عمليات الحصاد. الحصاد وده مشروع قائم بذاته بكلياته بتقنيات جديدة بآليات حديثة لأنه شايفين المساحات والمحاور بصورة كبيرة جدا جدا يعني يصعب فيها التعامل اليدوي بالنسبة للإنسان يعني. فطلبنا إنه بحثنا وبرضه بمساعدة الأخوان في شركة زادنا لهم التقدير والجهد. ففكرنا إنه كيف إنه نمتلك آليات ونجيب آليات حديثة على اساس كيف انه نحصد المساحات الكبيره دي لانه بتحافظ لنا على الكواليتي وعلى الجوده وعلى الزمن. ففعلا اتجهنا لشركات عظمى يعني ممثله في شركات فرنسيه والمانيه بتعاقدات وباستجلاب اليات منهم من اوروبا. والحمد لله وصلت المشروع وحاليا هي العمود الفقري يمكن للمشاريع هنا لكل المشاريع الموجوده غطت مساحات كبيره جدا بكواليتي عاليه جدا لانه ده بيقودنا الكواليتي للعمليات بتاعت الصادر دي مرحله مهمه الزبون الاخر النهائي للجوده بتاعتك. فهي عباره عن الانتاج وعن اسمده وعن كده واخره لكن الشكل والكواليتي بتاعت الانتاج. فالحمد لله صوره طلعت بصوره طيبه واليات ممتازه. يعني انت شوف الصادر كيف العائد كيف العائد من الصادر طبعا برضه ممتاز جدا. الخليج تركيز على الخليج الخليج وتركيز كثير جدا بالنسبه لدوله الامارات العربيه المتحده كاكبر مستهلك حاليا للاعلاف تقريبا بنصدر لها باوة السودان 900,000 طن في السنه. بعض الدول كقطر او الكويت او حديثا بدت علينا المملكه العربيه السعوديه. فان شاء الله نقدر احنا اصلا المملكه وقفت زراعه الاعلاف فبقت الحوجه ماسه جدا للاعلاف في هذه الدول وكذلك زاد الانتاج او زادت الحوجه عندنا احنا هنا برضه في السودان ومتمثله في المشاريع وفي الثروه الحيوانيه الحديثه برضه قاعده في الحظائر قد تكون شفت جزء منها في عطبره او حتى لناس المشاريع يعني كل ما نمتلك محور ومحورين وثلاثه بعد شويه انتقل انه يعمل له ثروه حيوانيه فزادت الاهميه بزياده الانتاج بالنسبه للاعلاف للمنفعه الخاصه والعامه بالنسبه للفرد او بالنسبه للمجتمع او بالنسبه للدوله في عمليات يعني الصادر. تعتبر التجربه تجربه تستحق الناس
حقيقة يخشوا فيها حقيقة ما يخافوا من الزراعة. لا لا يخافوا من الزراعة. والزراعة هي ليس إلا جزء من أعمال كثيرة تقودك لها البداية الزراعة. فبتكلم عن الزراعة وبتكلم عن الحيوان، بنتكلم عن البستنة، بتكلم عن المبردات، بتكلم عن المحاصيل الأخرى حتى غير الأعلاف الممتازة، بتكلم عن الثروات السمكية يعني وجدت في هذه الترع، بتكلم عن الصناعة في كعلف أو كمواد غذائية أخرى. إن شاء الله يعني مساحة واسعة أخرى جداً. فالمساحات وافرة. وأهم ما يميز المشروع يمكن قربه للطرق القومية وقربه للصادر وقربه للكهرباء. الكهرباء هذه من العوامل المهمة جدا اللي أدت إن الإنسان متى ما أتته فكرة يلقى كل الأمور وتجربة متاحة في البنيات وفي المحاضرة ما فيها مشاكل. ممتازة جدا ممتازة. وداعمين لنا صراحة حتى الآن في كل شيء. يعني في كل شيء وكل ما أوتينا من أفكار هم جاهزين لتنفيذها لمعانا. بالعكس مطالبين لنا بعمل تحديث دوما للمشاريع. شكرا لك محمد الجزي محمد بدعت. الله ربنا يوفقك. الله يكرمك. وننتقل إلى محطة أخرى. نحن ما زلنا في جولتنا في مشروع الدامر أمن الغذائي، ما زلنا نتعرف على عديد من التجارب في هذا المشروع، تجارب لها نجاح ولها مثابرة ولها قيمة. أنا سعيد أن أرحب في هذه المحطة في هذه الجولة برفقة شركة زادنا بالإخوة إدريس وعمران وبشير، وحأوكل لهم مهمة تعريف أنفسهم وشركاتهم والتجربة بتاعتهم. وابدا بإدريس. إدريس مرحبا بك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين وبعد. نحن رايح بلوخة في قناة S24 السودانية، وهي في ولاية نهر النيل قلعة الدامر القلعة الزراعية في مشروع الأمن الغذائي الشركة زادنا العالمية. نحن شركة مارج للإنتاج الزراعي والحيواني، الشركة برأس مال الوطني، شركة وطنية سودانية بحتة. نمتلك 30 محور، منها 12 محور داخل الإنتاج و 18 محور. أنتوا الأكبر الآن من بين الشركات في هذا المشروع. نحن الأكبر من بين الشركات لكن من 30 شغالين ب 12 بس. شغالين ب 12 محور و 18 محور الأخرى شغالة تحضير، حتخش في الموسم ده من بعد شهر 6 إن شاء الله في الصيف. حتنزرع برضو مقسمة حسب الخطة، فيها رودس وفيها برسيم، وحنخش مجال القمح إن شاء الله في العام القادم بإذن الله تعالى. تجربتكم كيف؟ تجربتنا برضو حنخصص محورين بطاطس صادر إن شاء الله هنا غير الدراسة بإذن الله تعالى، بيساهم في الإنتاج القومي للدولة إن شاء الله. طيب ها كلمنا عن الزراعة هنا كيف؟ نحن شفنا تجارب ناس تانيين، لأنه شوف الزراعة هنا هي الزراعة زراعة آلية بحتة ما فيها مانويل بفضل الله سبحانه وتعالى. مساحة المحور about 150 ل 160 فدان، منها المروية عبر الري الجهاز الري المحوري 120 فدان، فيها in between 30 مرات ل 40 فدان بتكون خارج ذات الري المحوري، ودي بنجيها نتعرض لها لاحقا إن شاء الله. شركة زادنا العالمية بتقوم بتسليم الجهاز المحور والأرض مستوية كاملة، هي فيها كم عملية، فيها تراكات، فيها خط السيرفيس رود الموية والترعة الموية وخط الكهرباء وغرف التشغيل وجهاز المحور. ما على المزارع إلا العمليات الزراعية والتقاي والأسمدة والإدارة ما بعد التسليم.
تمام. بعد يسلموك المحور هم بيفوتوك، بيكونوا معاك دائما في الصيانات، في الترتيب الإداري، في حل بعض المعضلات اللي بتقف على الناس، مثلا مع الكهرباء، مع الدولة، في توفير وقود الحصاد، في توفير الأسمدة، في توفير هل وقود تمام؟ كله تمام؟ هل عنده شيء مشاكل؟ الوقود والله في بعض المشاكل يعني. الكاش كيف مع السيولة اللي بقت ما في دي كمان؟ السيولة برضو فيها بعض المشاكل ما إن شاء الله، بس ما مؤثر على شغلكم؟ ما مؤثر الحمد لله يعني، قادرين تتجاوزوا الصعوبات دي؟ ما في تأثير، زي الناس متكاتفين مع بعض. والميزة السمحة في المشروع الدامر يمكن تعمل فيه عدة شركات، أكثر من 7-8 شركات غير الأفراد اللي عندهم محاور، فكلهم على قلب رجل واحد يعني، متعاونين ومتكاتفين. أي زول في موقعه هو مدير كل المواقع يعني، أي زول يتفقد، أي زول أي ظرف طلع من موقعه يمكن لأخوه مهمته بيدير له محوره. يمكن عندنا حق قبل كده حصل التجربة حقت حريق لأخونا الجزولي، فهو كان ما موجود بالموقع وما في غير عامل واحد، لكن لما الجزولي جالك حتى الدفاع المدني وصل والحريق الطفى بفضل الله سبحانه وتعالى بتكاتف الناس مع بعضهم البعض، وهو الراعي، نقول الراعي الذهبي شركة زادنا للمشروع كله يعني، في أي وقت بتلقاهم قريبين لك بفضل الله سبحانه وتعالى. ترع تمام، أمور تمام، محاضر تمام، كل الحكاية تمام. والله هي بيان بالعمل الحمد لله. إحنا الآن عندنا ترعة تجري في 56 كيلو، مساحة الترعة 56 كيلو، بفضل الله المياه متوفرة الحمد لله، الأعطار في الكهرباء بسيطة. في الأول كانت بداية الخط كان في مشاكل، والحمد لله الناس اتجاوزوا، عبروا كل المشاكل. هسه خلاص يعني قربتوا إن شاء الله تخشوا بالمساحة الكبيرة اللي ماخذينها دي، تكملوها عشان تكون حاجة بفضل الله بنهاية العام نكون إن شاء الله خلصنا. مبسوطين من تجربتكم حتى الآن؟ فالحمد لله مبسوطين، كاش تمام، الحكايه دي جايبه وضعها تمام. وغير كده نحن الحمد لله نعتبر يعني شغلنا بالدولار يعني، جناح السوداني ده نسمع ما شاء الله في المعاملات بسيط بيننا، دولار بالبنكي وبالمركز وبالبره، شغلنا بالدولار وبينتاجنا بيع بالدولار الحمد لله. اسمع، بالسعر بتاع آلية السوق ولا بسعر ثاني غير آلية السوق؟ الله يسعدنا. طيب عمران، تجربه مختلفه قبل عمران. التجربة الرودس هي تجربة تقريبا في نهر النيل حديثة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عبرت. والرودس يمكن هو منتج يعني يضاهي البرسيم في البروتين تقريبا 13%. هسه نحن في معلش اقاطعك، نحن هسه في ده الرودس اللي قدامنا ده، والآليات الشغالة دي شغالة في حصاد الرودس. حصاد الرودس ده محور تقريبا شبه اكتمل الثلاث عمليات الحصاد، اللي هي الحش المحشة والريك، والان شغال المقبس. ممكن الناس يشاهدوه ده حجم البالات. في عمليتين اخريات ثانيه هي الاستخراج والمضافة والطوالية، يدور المحور. طيب. ايوه العمليه تاخذ هذه 7 أيام تقريبا. طيب خلينا امشي لعمران، بجيك مره ثانيه. عمران، انتم عندكم تجربه مختلفه، الشباب ما زي ناس ادريس زي خلاص قدرنا كده، مشكله ادريس انتوا مجموعه بتاعت شباب حسب ما علمت، احكي لنا تجربتكم وقصتكم هنا مع مشروع الامن الغذائي. عندكم كم محور وبديتوا بتين وشغلكم ماشي كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمران مبارك سر الخدم، مدير شركه تبقير انتاج الزراعي الحيواني. احنا باشرنا العمل هنا في شركه تبقير من 2017 اكتوبر. بدينا بانتاج القمح في البدايه، وبعد ذاك خشينا في انتاج العلف. لكم بديتوا الناس كلهم قاعد يبدوا هنا بالرودس ولا على انتوا مالكم بديتوا؟ والله يعني احنا بدينا عشان تاخرنا في موسم حق الرودس. اها، بدينا جبنا انتاجها في القمح كويسه، جبتوا كويس مقارنه باول محاوله زرع. اول مره يعني جبنا اصل 13 14 شوال للفدان، ممتاز. بعد ذاك انتقلنا لزراعه الاعلاف، خليته القمح تخصص ما جاب حقه. والله هي حكايه بتاع جدوى اقتصاديه. آه. الرودس احسن من القمح. اها. بعد ذاك احنا الشركه الاولى دخلت الانتاج الحيواني. طوالي شركه تبقير انتاج زراعي حيواني. يعني رودسكم ماشي؟ ايوه، عندنا جزء من الرودس بنخصص لمدخلاتنا حقت الانتاج الحيواني في التربيه وتسمين الضان. تجربتكم كويسه، مبسوطين؟ والله نحمد الله انه المشروع يعني اتى وكله. مبسوطين يعني؟ ايوه تمام الحمد لله. وبتدعو الشباب، بقيت الشباب يجوا؟ أيوة والله يعني مجموعه من الشباب. المشروع يعني الارقام اللي كتب دي ما ارقام خياليه، ارقام واضحة حقيقية على أرض الواقع. أرباح ما في زيها يعني. تقول لنا أرباح ولا جاد اللي بيخافوا من خافوا من العين والضرائب وكذا؟ والله حتى لو جات الضرائب كله في أرباح. يعني. ما في مشكلة إن شاء الله. الله يهديك. طيب بشير أنت واحد من الناس الخبرة هنا في موضوع الرودس زي ما عرفته، و
يعني بعد ما تعرفنا بك دارين نسمع برضو شهادتك في موضوع موضوع الرودس، لانه هو جدل كثير جدا، في ناس بيفتكروا انه والله واحد من مشاكلنا نحن بدينا نتجه للاعلى وده حيشيل المويه بتاعتنا، في مشكله ما عارف بتاعت الباعوض، في نقه شديده في موضوع الرودس، فدارين برضو شهادتك في الموضوع ده بعد ما تعرفنا بدورك ومساهمتك هنا في مشروع الدامه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا مهندس زراعي بشير علي بشير، الان بعمل في البيت شديد في الاعلاف، تحديدا في البرسيم وافات البرسيم، وخبير في زراعه الرودس وانتاج الرودس. الان اعمل مع شركه ومضة كاستشاري لعدد من المشاريع تحت ادارتها وغير تحت ادارتها من باقي المجموعات اللي امتلكت محاور من شركه زادنا العالميه. حقيقه يمكن قد اكون اكثر الماما بعد اخواني في شركه زادنا بالمحاور، من خلال الطواف المتواصل على المحاور، من خلال تقديم النصح والمشاكل وغيره وحلولها. فالرودس هو كعلف معمر فيه ميزات ممتازه جدا، منها انها بيشيل ملوحه التربه، خصوصا انه الاراضي اللي جات فيها المحاور بتاعت شركه زادنا اراضي ما اتزرعت قبل كده، من قد يكون من زمن سيدنا ادم عليه السلام، يعني اول ناس سواها من بعد خلق الخليقه بالضبط كده. فهي اراضي ما كانت حتى مستغله على القطاع بتاع الري المطري، باعتبار انه منطقه نهر النيل ومنطقه الشماليه منسوب الامطار ما فيها عالي. الرودس عايده سريع جدا، بيكسب المستثمر يعني عايد قد يسترد له الاقساط بتاعته، لانه اغلب المحاور زي ما معروف انه شركه زادنا بتملكها عن طريق الاقساط بالنسبه للمستثمرين، فده بيخلي انه بيكون في عايد سريع جدا بالنسبه للمحاور. الفتره بتاعت الاسترداد بتاعت القيمه بتاعت المحاور بتكون فتره زمنيه بسيطه جدا. الرودس الناس كانت بتتكلم عن لغط كثير في انه اول حاجه هو كحشيشه، انه صعب زواله من الارض عشان تزرع فيه محصول ثاني، والكلام ده انتفى تماما بالتجربه. نحن عندنا تجربتين، واحده كانت في الخرطوم انه شلنا الرودس وزرعنا بعديه قمح وده انتاجيات عاليه جدا الان السنه دي، شلنا الرودس في شندي برضه وزرعنا بعديه برسيم اللي هو اكثر نبات قد يكون حساس للحشائش الغريبه بالنسبه لسوق الصادر، وبرضو أدى إنتاجية وصلت الـ 1.3 طن بالنسبة للقطعة، يعني يمكن إنتاجية عالية جدا. بالتالي الرودس من الكلام ده هو بيضيف قيمة غذائية عن طريق مخلفاته وبيدي مادة عضوية بالنسبة للتربة. اللغط الدائر حوالين البعوض، وما البعوض يمكن أنا شاركت في عدد من السيمينارات وعدد من الـ يعني الورش اللي اتعملت في الخرطوم وعدد من المنابر الزراعية الناس اتناقشت عن طريق الجروبات في الشبكة العنكبوتية وكده. فالناس بتتكلم عن نظام الري، إذا أنت رويت أي محصول من الرودس بس البرسيم والله حتى الخضرة حتى الرجلة إذا غمرت لفترة طويلة معناته أنت اديت بيئة صالحة لنمو أو تكاثر البعوض، فبالتالي حيشكل لك بؤرة حتى في بيتك. إذا خليت الموية قاعدة راكدة في المكيفات بتاعتك بتاعت الموية لفترة طويلة حيحصل لك نفس الكلام. فاللغط يمكن يتحل عن طريق نظام الري. الآن اغلب الرودس بيزرع في الري المحوري، الري المحوري بيدي الرودس يعني بيديه الكميه الكافيه في الزمن الكافي من غير ما يعمل اي برك، من غير ما يسبب اي مشاكل، بالتالي بيبقى لنا الرودس هو ما حاضر للبعوض لانه نظام الري هو نظام ممتاز. الحاجه الثانيه بيضيف لي قيمه اجتماعيه ثانيه يمكن الناس ما قاعده تعايل لها، لانه الليله انا عندي عدد كبير ومهول جدا من العمال شغالين عندي هنا في المواقع المختلفه من اولاد المنطقه، فيهم الكام ما بيعرف اي بي سي زراعه بتاعت ري محوري، الان هم شغالين بتاعين محاور، الان هم سواقين بتاعين اليات، وغير كده المخلفات اللي بيترك الالات دي بتخلي مخلفات بيجي يستفيدوا منها اهالي المنطقه، ودي الناس ما قاعده تنظر، دي فائده عظيمه جدا. يعني احنا ممكن شفناها في الاعلاف في الرودس وفي البرسيم، لقينا انه القرى اللي حوالين المحاور حصل لها تنميه رهيبه جدا في انه هي بتعتمد على المواشي بتاعتها البسيطه، كان عنده غنمايتين ثلاثه، الموضوع مشى ل 10 ومشى ل 20 ومشى ل 30، بالتالي ممكن نقول يعني المشاريع دي الان بتجربتها اللي بنقول انها هي بدايه حققت يعني قيمه اجتماعيه جميله جدا، حققت عائد للمستثمر في نفس المستثمر الوطني والمستثمر الاجنبي على حد سواه،
وحققت بالتالي قيمة ثانية بأنها أضافت للقرى المجاورة والأهالي المنطقة في أنه وفرت لهم يعني نطمئن الكذب. نطمئن أن موضوع الرودة زي ما فيه مشاكل زي ما الناس بيقولوا، الحكاية متصلة كلها بس بطريقة الري، الموية اللي بتكون راكدة هي اللي قاعد تعمل المشاكل دي. طيب إدريس، أنت قبيلك قلت لي يا أخي الشباب، عندك نصائح في موضوع الشباب؟ أنه نحن الآن نتكلم عن يعني بشير كلمنا عن أنه والله الغرة استفادت، في ناس كتاب يفتكروا أنه أرض السودان دي واسعة وشاسعة وحتجربة عمران قدامنا، يعني أنه في مساحة أنه الشباب يجدوا في هذه الأراضي الشاسعة وخريجي كلية الزراعة، يعني عندنا فرصة وعندنا أمل ممكن نقدمه لكثير من الناس من خلال تجربتكم دي. والله نتوقع الكلام اللي قال أخونا بشير ده هو الحاصل بالضبط الآن في مشروع في المشاريع في المحو في الدامر. نحن الغرة المجاورة بالنسبة لنا، نحن بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية يعني غير الأعلاف غير بديجو غير تشغيل أولاده غيره، عرباتنا حايمة في المحاور دي بيشيلوا معاه الماشي الدامر بتوصل، ماشي عضر بتوصله، لو لا قدر حصل لزول كيس وهو ما قريب العربية بتطلع بتودي المستشفى بترجع، يعني في مسؤولية اجتماعية. الناس مبسوطين، علاقاتهم مع الشركات كويسة، مبسوطة من الناس. تمام. بعد ذاك نحن المساحات ان بتوين فاضية دي افتكر مع شركات زادنا يخطوا لها خطة للشباب في محاصيل دائرة آليات حصاد، آليات الحصاد الآن متوفرة، مثلا البطاطس لو زرعنا محور كامل البطاطس بتبقى يعني الحصاد حقه بالنسبة للناس بالمانوال صعب. فأنا افتكر لو شركة زادنا إذا جندت كمية من الشباب ودتهم ان بيتوين من المحاور او كل دول الدواء 50 حوض وجزرعه وحصده بيده وبقت فيها لي الصادر خط سريع لبورسودان، وبتبقى الحكايه فيها تمام عمران عائد كبير للفرد وفي نفس الوقت بيكون ساهم في الاقتصاد للدوله. تمام. نشوف عمران رايه شباب. والله يا شباب يعني اليوم ان شاء الله فرصه كبيره جدا في زراعه المحاور، سواء كان كعمال او مهندسين او مشغلين او يعني اعمال نظافه وصيانه. بشير ده طبعا يعني زي ما قالوا خربوا على الناس الحكايه بيقوا بالتيشيرتات وحايمين هنا. نشوف بشير انتوا يعني اكاديميين وخبراء وقاعدين حايمين، يعني برضو نصيحتك هنا برضو للشباب وللناس اللي ممكن يستفيدوا من. طيب انا اول حاجه يعني انتباهي للمهنه بتاعت كمهندس زراعي، يعني بحس الشباب المهندسين الزراعيين اللي قاعدين في الخرطوم واللي قاعدين في المدن انه تعالوا يا جماعه الخلق، تعالوا برا الخير كثير والله. ويمكن انا بيت تيشيرتاتهم، اي بيت تيشيرتاتهم، تعال بيت تيشيرتاتك كله موجود، يعني حتلعب كره طايره هنا يعني حتلعب كره قدم، حتلقى مساحه انه تعمل فيها حاجاتك كلها، يعني شبكه الانترنت موصله في كل حته، الشبكه موجوده، الواتساب شغال يعني، والواتساب شغال والفيسبوك شغال، فالامور تمام، الكهرباء موجوده. غير كده يمكن انا واحده من التجارب اللي بديت فيها مع الشباب المهندسين الزراعيين، فبدأت استقطب المهندسين الجونيور ستاف الخريجين الجداد اني يشتغلوا كمشغلين بتاع المحاور. جميل. من خلال علاقاتي بالمشاريع فبدأت استقطبهم واقول للزول انت ما بتعرف شغل ري محوري، تعال ابدا من ايه اللي هو اعرف لي جهاز الري المحوري كجهاز. الزراعه دي ما حقتك، بعد شويه بتبدا المساله تتطور انه بعد ذاك يعرف ده الرودس والله بيزقوا كده بيتسمد كده، دي آليات حصاده، بعد قطعتين ثلاثه بيكون هو بعد ده بقى لي سايد انجينيرنج، بعد شويه برفعه من انه هو بقى مشغل بتاع محور لي سايد انجينيرنج، او اديه مسؤوليه المحور مسؤوليه تامه يعني. ويمكن الان عندنا واحد من المشاريع هنا في منطقه الدامر فيه اربع محاور، الان مستقطب لها اربع مهندسين زراعيين حيكونوا مشغلين ومسؤولين في نفس الوقت عن المحور. الفرصه فيه، الفرصه موجوده لكل القطاعات بتاعت الشباب، انا اتكلم عن المهندسين الزراعيين بس. المحاور بتستقطب مهندسين كهرباء، بتستقطب مهندسين بتاع ميكانيكا، بتستقطب ناس بتاع محاسبه، بتستقطب ناس اقتصاد، مختلف المجالات في يعني يمكن ليها مساحه كبيره جدا في مجال الري المحوري ان شاء الله. شكرا لك بشير وادريس وعمران، شكرا جزيلا على هذه الافادات، شكرا جزيلا. ما زلنا في هذه المحطة ونحن في مشروع الأمن الغذائي بالدامر، وحنقيف على تجربة الإدارة
ونقيف ايضا على تجربه لواحده من الشركات. ارحب بالسيد محمد احمد البخاري مدير مشروع الامن الغذائي الدامر، وارحب ايضا بالاخ محمد الفاتح احمد احد ملاك المساحات في هذا المشروع. لكن نبدا مع محمد احمد. حدثنا محمد احمد، نحن تعرفنا على تجربه ذاتنا في الكليات في هذا المشروع، لكن كيف شايف شكل العلاقه الان بينكم وبين الشركات وبينكم وبين الملاك؟ الى اي مدى هي حاله نستطيع ان نقول انها نموذجيه وتغري بتكرار مثل هذه المشاريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مرحب بالاخ الطاهر وأركان حربه في فضائيه السوداني 24. احنا حقيقه في مشروع الامن الغذائي الدامر، يعني نبدا بمصدر الري. احنا ملتزمين تجاه المستثمرين والشركات بتوفير مياه الري للمحاصيل المختلفة في المشروع بعقودات بين الجهة المستفيدة من مياه الري في المشروع وإدارة المشروع. عندنا في نبدأ من جانبنا الهندسي، عندنا في محطة الري الرئيسية، محطة الرمات الرئيسية، عندنا 5 وحدات كهربائية بتنتج 8 متر مكعب في الثانية. لا في مشاكل في الكهرباء؟ كانت في مشاكل بس حاليا في عندنا ستاند باي جنريتر، يعني حتى في حالة قطوعات الكهرباء للبرمجة والأعطال احنا بنكون جاهزين، لأنه المسألة جاهزين جاهز. ما في أي مشاكل؟ والله يعني ما هو احنا الحوجز ما بتكون طوالي، يعني بنكون نوفر في فترات لما تحصل الظروف الناس يشغلوا بالديزل. تمام، عندكم وحدة نعم. الكهرباء وثاني؟ ثاني يعني المشروع بشكله القديم كان فيه، يعني ابتدى المشروع بمساحة 10,000 فدان. نعم. دي كانت موزعة للمواطنين في مساحات مختلفة، حواشات يعني أدخلت تغانات الري الحديث بواسطة شركة زادنا العالمية في امتداد 38,000 فدان لتصبح مساحة المشروع الكلية 48,000. يعني الري الحديث بيشغل فيه مساحات مغدرة جدا في الري بالتنقيط، وفي عندنا حوالي 104 محور في المشروع، يعني مركبة في شبكة ري تجاوزت 150 كيلومتر كأطوال. برضو في الجانب المدني في الغنوات شغالين في تطهير وكذا، يعني من وقت لآخر ما في مشاكل الحمد لله. والمنظمات الري برضو صيانات الدورية وكذا. المساحة في المشروع في المستديم، يعني الناس برضو جانب البستنة ما شوفوه كويس في بالطرق التقليدية القديمة في المشروع، وفي برضو شغل بتاع الري بالتنقيط والمساحة بتاعت المحاور اللي هي مضافة مع اللي هو في الشركات. يعني علاقتكم مع الشركات كويسة؟ علاقتنا معهم كويسة، ما في مشاكل. طيب يا أخي محمد الفاتح، دي المعلومة مشاكله شنو؟ الفاتح ده مفروض يكون زارع 10 محاور. نعم. شغال 8 محاور. في أي مشاكل؟ فأنه نشجع الناس محمد الفاتح ديل إنه يمشوا لعشرة، ونشجع الناس اللي عندهم 18 يكونوا زارعين 12، واللي عندهم 30 زارعين 18، يعني تشجيع الناس للاستفادة من هذه المساحات، وبالتالي فتح فرص للاقتصاد الكلي، فتح فرص في المنطقة، وفتح فرص للشباب، يعني تشجيع هذه الشركات. نعم، كل المحاور اللي ذكرتها ديك مربوطة بشبكة ري ممتازة من حيث توزيع منظمات الري وتأهيله وكذا. يعني حتى المحورين اللي بيتكلم عليهم اخونا محمد الفاتح شركه اتش ام اتش، هم الان جوا الترعه بمضخات. عندهم مشكله، المشكله منهم هم عندهم، يعني عندهم شغل بتاع تسويه في المحاور، ما مشكله فيه، يعني اللوم منهم هم. ما عندهم جاهزين لهم، احنا يوم يضيعون نشوف مرافعته. شو استاذ قد محمد الفاتح ده نشوف مرافعته. محمد اول شيء علاقتكم مع ناس البخاري ديل تمام واموركم كويسه؟ ما دارين لكم اي طلبات هنا على الهواء مباشره تطلبها؟ محمد الفاتح احمد بلال اتش ام اتش مدير الانتاج. طيب انتم ليكم كم وتجربتكم كيف؟ عرفنا بشركتكم. احنا لينا يعني بالضبط كده سنه مما بدينا انتاج، يمكن يكون سنه او سنه اقل من سنه بشويه كده. جماعه دي المستترين. فزادنا العالميه والله يعني احنا بالنسبه لنا
متعاونين معانا جدا. شباب دي متعاونين. متعاونين معانا جدا. بعدين بالنسبة للمستثمرين فهي ذاتها أفضل بكثير مما إنه أنت تدخل تصرف الدواء وتدخل كل رأس المال يعني. بالنسبة لرأس المال. نعم. دي واحدة. الحاجة الثانية بالنسبة للري المحور التجربة بتاعت الديزل تجربة مريرة جدا. فهنا الكهرباء دي برضه ميزة ثانية. دي ميزة قدمتها زادنا وميزة كويسة جدا جدا. بالنسبة للمصرف وبالنسبة للعائد برضه. وشالت الحاجة الصعبة. وتتكم بعد وبالاضافه لكده التشغيل والصيانه. أيوة دي اهم حاجه سالت لكم ده كله عشان انتوا تشيلوا الباقي. ايوه يعني مش تقوموا يعني تقفوا في النص. أيوة يعني اي دول ما كمل ده المفروض يشاكلوا. أيوة والله فعلا. يعني دي انا واسع حاجه مهمه شديد. يعني الديزل والصيانه دي المناسبه تكلفتها عاليه شديد. دي زادنا شغلتها مننا. دي الحاجه الثانيه المساله بالنسبه للمحاصيل الرودس العائد بتاعه مجدي جدا. فما في مشكله زياده في المساله بتاعت دفع الاقساط والحاجات. ممتاز. يعني من ما تزرع تسد الطوالب. ما فيها مشكله. ما في مشاكل. مبسوطين واموركم تمام. والله الحمد لله. تدعو الشباب والناس اللي بيشاهدونا الان عبر الشاشه والله انه يجوا في المشاريع ويشتغلوا يعني في هذا المشروع ولا في غيره يعني ايما كانت فرصه يعني. في الناس قاعد يخافوا من الزراعه وقلبهم بياكلوا. والله يا بالنسبه بالنسبه للعمل في الانتاج الزراعي عموما يعني مش الرودس والعلاف. فهي اكيد يعني بتوفر فرص بتاع العمل. دي واحده. الحاجه الثانيه يعني المزاله بتاعت يعني هسه احنا بالنسبه لنا هنا في الرودس برغم المزاله بتاعت توفير العماله بالنسبه للعائد بالنسبه للمنطقه فهي كمان ممكن ان احنا نعظم يعني الناس لو خشت براس مال اكبر يعني ممكن زادنا العالميه تتبنى الحاجات زي حاجات يعني زي دي كده اللي هي مثلا ممكن تعظم الانتاج بصوره يعني ممكن المزرعه تكون في قيمه مضافه للمزرعه بتاعتنا. اي نعم القيمه المضافه ده سؤال مهم جدا. أي. احنا محتاجين لقيمه مضافه شغل ده لانه الان ان احنا نوديه برسي ورودس لو بقت عندنا بهائم وعندنا ثروه حيوانيه ما بنحتاج يعني ما بنحتاج نشيلها يعني. يكون تصديرنا هو القيمه المضافه انها تطلع من بالثروة الحيوانية باللحوم وغيرها. افتكر ده جزء من مشروعات زادنا مش كده البخاري عندكم في مشروعاتكم في الامتدادات عندكم افكار لمسالخ في زادنا كده كلمنا عنها يعني تكملة المشروع كلمتين يعني. والله في برضو شكلكم حتمشي عليها قدام ان شاء الله في مسالخ وفي حظاير برضو للبقار بشغية في انتاج حيكون انتاج لحوم وفي برضو يعني تسمين وتربيه وبرضو في الدواجن برضو مشوا يعني الناس مشوا فيها جانب كويس برضو يعني حيكون برضو في شغل مشتقات الالبان في شغل كبير ان شاء الله ده في لما فرص قدامنا كثير في فرص كبيره قدامكم كبيره وما سهله ان شاء الله تنوروا عليها لما يصلوا ان شاء الله من الناس في الموقع. البخاري شكرا محمد الفاتح ان شاء الله نجي المره الجايه نقاين الثمانيه بقينا 10 والجماعه ديك بتاع 18 بقوا 30 نلقى الناس ان شاء الله توسعوا في هذه المساحات واعطوا من الفرص ما يعني ما اعطتم لهم هذه الارض. شكرا لكم جزيلا. احنا برضو في الحته بتاعت التعاون مع الشركات وكذا اوضح لك برضو انه بالرغم انه المويه دي يعني اهم عنصر في المدخلات هي يمكن هسه اقل تكلفه من كل المدخلات اللي بيقوم بها المستثمر ولا كده. حتى يعني بعد كل عمليات الحصاد اذا اخذت اخر حاجه في استخراج ناتج الحصاد من المحور بتلقى احنا تكلفه الري عندنا اقل من التكلفه دي. التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. محطه اخرى ان شاء الله في زيارتنا لمشروع زادنا والمشاريع الامن الغذائي ما بين الدامر وعطبره.
الآمر للأمن الغذائي، هذه محطة مختلفة. كنا في كل المحطات السابقة بنتوقف عند دائما في المحاور عند زراعة الرودس والبرسيم بشكل كبير وأساسي. هنا في محطة خاصة تتصل بالبستنة. باشمهندس، يعني الرؤية الكلية لشغلكم في موضوع البستنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. احنا زي ما ذكرنا آنفا انه مشروع الأمن الغذائي الدامر مشروع شامل، ومقصود منه الأمن الغذائي في المنطقة المحيطة به. فجزء من البرنامج المستهدف في المشروع اللي هو توطين الزراعة البستانية في المشروع بحجم يكون إنتاجه تجاري وحجم كبير. ففي التطوير الإضافي للمشروع أو المساحة الإضافية للمشروع، نحن خصصنا مساحة زي 1500 فدان ركزنا فيها على زراعة الجريب عشان نركز إنتاج الجريب في منطقة محددة، وبعد ذلك تساعد في أنك تسوق للصادر أو للسوق المحلي بكميات تكون معتبرة. والمزرعة اللي احنا موجودين فيها الآن دي يمكن مزرعة مساحتها 75 فدان، جزء من المساحة الكلية المستهدفة، مزروع فيها 5000 فدان، مزروع فيها 50 فدان قريب بعدد 5000 شتلة بتاعت قريب، والمتبقي زرعنا فيه إضافات للمزارعين هي مانجا وبرتقال. ومركزين في بعض المناطق انه نقوم نعمل ثلاجات مبردة للفواكه ومحلات صغيرة للباكينج بتاع الفواكه عشان نقدر نطلع منتج يخش السوق وينافس عالميا، خصوصا بأنه عندنا ميزات نسبية في مواسم الانتاج بتاعنا للمحاصيل مقارنة بالسوق العالمي والسوق الخارجي للصادر. يعني التركيز على الجريب، التركيز على الجريب لطبيعة المنطقة وطبيعة الأرض، ونحن شغالين في تروس عليا، والجريب والحمضيات بصورة عامة بتكون مقاومة لطبيعة الأرض الموجودة فيها المحاصيل. بعد ذلك عندنا محاصيل تانية اللي هي عندنا برتقال، عندنا يوسفي، عندنا مانجا بنسب محدودة، وعندنا الليمون. تقريبا دي البساتين المقصودة في المشروع هنا يعني. لكن عموما الملاحظ انه الناس عاصرين على موضوع الرودس والبرسيم، عاصرين على العائد السريع يعني. فمشروع البستنة ده كيف هيكون مستقبله في ظل تنامي اتجاه الملاك نحو الرودس والبرسيم؟ والله هو كل نشاط عنده ناسه اللي بيكون عندهم القناعات بالمشروع. البستنة لأنه مشروع طويل يعني انت ما بتقدر تخش في الدائرة حقة الانتاج قبل 5 سنين كإنتاج تجاري. فدائرة صبر ودائرة، لكن إذا لحقت دخلتها انت خلاص انت بتعبر يعني بمساحة صغيرة. أنا بتكلم الآن عن 50 فدان أو 75 فدان، والمحور بتكلم عن 160 فدان، يعني تقريبا almost 3 أضعاف المساحة الموجودة. هنا بعد ما أخش دائرة الانتاج بيكون العائد حقي كبير ومستمر وبصورة. عندكم يعني أي أرقام تشجع بها الناس؟ والله الأرقام موجودة. نحن عندنا مزارع في مواقع تانية، يعني في الحصدة بيدخلوا أكثر من 10 مليون أو 10 مليار بالقديم في الحصدة لمساحة بتاعت 100 فدان بيدخل في الحصدة للموسم، ومزروع فيها قريب، مزروع فيها برتقال، مزروع فيها تمور، وبدي إنتاجية عالية جدا بالنسبة للدخل الكلي بتاع المشروع يعني. شكرا لك يا باشمهندس، واصل في هذه الحلقة من حال البلد من مدينة الدامر، خليكم معنا. في مشروع الأمن الغذائي عطبرة، والصورة ورانا بتحكي عن مشروع مهم في زراعة القمح وله قصة أيضا استثنائية. فأنا الآن في حضرة القوات المسلحة وفي حضرة سلاح المدفعية وفي حضرة كل من العقيد ركن على الدين عباس علي قائد المشاريع الزراعية بسلاح المدفعية، والمقدم ركن عادل حمد أحمد حمد النيل
المسؤول عن قطاع الرشاشات أو المحاور، وبالتالي واضح من هذا التعريف أن هذا المشروع يتبع للقوات المسلحة، وهذه قصة يجب أن تحكى في صلة الإخوة هؤلاء في سلاح المدفعية مع شركة زادنا في مثل هذا المشروع. وأبدأ بسعادة العقيد ركن على الدين عباس قائد المشاريع الزراعية، وبالتالي نحن لا نتحدث عن مشروع زراعي واحد، وإن كنا الآن في واحد من أهم المشروعات الزراعية، فلو عرفتنا إجمالا على المشاريع الزراعية وعلاقتكم بها، شنو وداكم على المشاريع الزراعية أنتم ناس مدفعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نرحب بقناة السودانية 24 في ولاية نهر النيل، وفي رحاب القوات المسلحة، وفي رحاب سلاح المدفعية عطبرة. وكتعريف بسيط بالمشاريع، مشاريع المدفعية الزراعية، المدفعية بتمتلك 4 مزارع: مزرعة بمشروع الفضلاب الزراعي، ومزرعة بليو 186 خليوة، وأقدم مزرعة موجودة في منطقة الواور بنهر عطبرة، ودي من أقدم المشاريع، وأسست في زمن سيادته خالد الصادق أنسة في بدايات العام في بدايات السبعينات 1972. الآن نحن في المحور الجزء المختص بالمحاور، وعلاقتنا بالمحاور بدأت قبل 10 سنوات تقريبا بشراكة ذكية مع الإخوة في شركة زادنا العالمية، وأول ناس عملوا معهم شراكة سلاح المدفعية، والناس اكتسبوا. شنو لما سلاح المدفعية مع زادنا، يعني شنو أجاب دليل ده؟ العلاقة وجود زادنا العالمية في بدايتها كانت في ولاية نهر النيل، وكجزء أصيل كان مختصة بالجزء الخاص الخدمي بالقوات المسلحة في الهيئة الخيرية للقوات المسلحة، ومن هنا بدأت العلاقة. بتفيدون بشنو يعني؟ شو يعني لكلية الزراعة؟ يعني السؤال البسيط، يعني شنو الفائدة كنتوا بتقدموها أنتوا لشركة زادنا؟ الفائدة هي فائدة تبادلية بين زادنا العالمية وبين قيادة السلاح المدفعي. زادنا مستهدفة يمكن جزء من الناحية الخدمية، ودي أكبر شريحة كانت موجودة في القوات المسلحة. خلاف ذلك برضو الناحية بتاعت العمالة، العمالة المنضبطة، العمالة ذات التأهيل الجيد، ممكن تبقى قاعدة صلبة، الناس ممكن منه ينطلقوا منها للأمام. طيب مقدم عادل، يعني تأسيسا على ما قاله سعادة العقيد ركن على الدين عباس، يعني وأنا أسأل عن طبيعة العلاقة، واضح أنه يعني إلى أي مدى كنتم تمثلون اختبارات أولى بينكم وبين زادنا على هذه الأرض، زي ما قال هو العمالة المنضبطة، كأني أفهم من هذا الكلام أنه في البداية كنتم بتمثلوا مدخل تيست تأكد اختبار للعملية الزراعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة العلاقة ممتدة وطويلة مع الأخوة في شركة زادنا، بدأنا معها وكذلك مع إدارة التغانة ووزارة الزراعة بنهر النيل، وكانت هنالك عدة من التجارب لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل التي تلائم أجواء هذه المنطقة، فكانت في علاقة وطيدة، وكان في تجارب بدت وكذلك مع الأخوة في جياد بدت منذ العام 2010. كان استهدفوا زراعة بتاعة 12,000 فدان، والحمد لله نجحت، كان نجاح باهر، ولكن لم يتيسر لها أن تستمر. العلاقة استمرت منذ ذلك العام وحتى الآن يعني مستمرة، وعلاقة قوية وناجحة، كانت مثال للعلاقات بتاعة الشراكة الناجحة في المشاريع الزراعية. طيب يعني الآن قدامنا النموذج بتاع المشروع ده، حدثونا عن تجربتكم في زراعة القمح، هل ده أول سنة ولا كان قبلها في؟ كان المساحة بتنزرع دائما كان بالري الانسيابي في المشروع بتاع المكابراب، لكن منذ عامين ابتدأنا في زراعة المحاور، زي ما شايفين المساحة قدامكم الآن دي واحدة من 4 محاور،
ثلاثة منها بمزروعة بمحصول القمح، وواحد مزروع بمحصول البرسيم الصادر. المساحة المزروعة 360 فدان تزرع بكاملة لصالح أفراد الجمعية التعاونية لأفراد سلاح المدفعية. طيب سعاد وعلاء، يعني الآن يعني أنا في الدردشة عرفت إنه أنتم الآن انتقلتوا لأنكم تمتلكوا محاور كده، حدثنا من تجربة كنتوا بتكونوا أنتم فيها شركاء يعني مع شركة زادنا في اختبارات عملية وفي نماذج عملية، إلى أنه الآن أنتم ماشيين ذاته تكون عندكم محاور تخصكم. هي أنا قبل قلت إنه العلاقة ممتدة، لكن هالعلاقة أصلا مستهدف بها الفرد في القوات المسلحة، مستهدف بها تحسين بيئة العمل. بعد ذاك هي بدأت يمكن بمحورين، والآن حتستمر لحد 15 محور. نحن اكتسبنا خبرة، وخبرة يمكن صلبة جدا في الولاية، ومع ناس الإخوان الشركة زادنا بالتأهيل وبالعمالة المدربة، العمالة المنضبطة الرخيصة اللي بتعمل في خدمة أخوانا. نحن يمكن ما مستهدفين السوق المحلي، لكن نحن مستهدفين الفرد في القوات المسلحة وفي سلاح المدفعية بصورة خاصة. العائد من المشروع ده؟ العائد أبسط ما فيه، والآن نحن عندنا مخبز بيقدم رغيفتين بجنيه، وده جزء من الخدمات اللي بتقدم للفرد. على الأقل بتحول لخدمات تقدم مدخلات إنتاج، وممكن تقدم العائد بتاع الألاف بينعكس على الفرد في مؤسسة تعاونية فيها كل مستلزمات الفرد، بينعكس إيجابا عليه. المشاريع الخدمية الأخرى كلها بتصف في المصلحة تحت الفرد. طيب عادل، يعني خوفا أن السوق المحلي بعد شوية يقوموا يشيلوا الجنود ديل، يعني لأنه خلاص بقوا يتدربوا، بيعرفوا الرشاشات، بيعرفوا يعني بقت في خبرة الآن، فهل السوق المحلي حيستقطبهم؟ كيف أنتوا القصة دي برضو بتعاينوا لها؟ والله هي يعني الفرد في القوات المسلحة دائما يكون ولاؤه للقوات المسلحة ونظرته لمصلحة القوات المسلحة مقدمة دائما على الطموحات الشخصية. فدي من الأشياء التي يعني كانت في صميم تركيبة الجندي السوداني. فما في خوف إن شاء الله من السوق يستقطب الجماعة، يستقطب الجماعة دي، إلا أنه التجربة الورانة دي ناجحة تمام تمام؟ لا ناجحة تماما، والمحصول بحمد الله مبشر. ها بدي كم؟ والله أنا توقعاتي أنه ما يقل الفدان الواحد من بين 16 إلى 20. ما شاء الله. توقعاتي أنا الشخصية. ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق. شكرا لكم، إن شاء الله نشوفكم المرة الجاية في محاوركم العشر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ومتوقعين ان شاء الله انه نستلمه على بدايه الموسم الشتوي القادم ان شاء الله. ان شاء الله، إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. بهذه الزيارة لمشروع الأمن الغذائي في عطبرة نختتم حلقتنا الأولى في جولتنا التي أتينا فيها إلى ولاية نهر النيل برفقة شركة زادنا من هنا حيث سنابل القمح. نختتم هذه الحلقة ونتطلع إلى حلقة أخرى حيث نتجول فيها في مشروع كبير ومهم، وهو مشروع زادي ون، حيث للحلم هناك سيقان يمشي بها بين الناس. تابعونا في حلقة أخرى من زيارتنا لولاية نهر النيل. في أمان الله.